نقطة كابتن شادي، هل بتشوف انه النهارده الغزل هو اللي فرط في نقاط المباراة، ام نجح البنك الاهلي في الخروج بالنقطة اللي هو كان جاي يلعب عليها؟ مع ان برضو عشان نكون بنتكلم بمنتهى الامانة والموضوعية، البنك جاله اكتر من هجمة خطيرة جدا كان ممكن يخلص بيهم اللقاء. هو لعب باستراتيجية زي ما انت بتقول، النقطة من البداية بيقفل بشكل جيد جدا، عالج اخطائه في المباراة دي، كان دايما اخطاء دفاعية ساذجة جدا. المباراة دي تقفيل كثافة عددية، بلوكات موجودة دفاعية، وسط الملعب مايل لتحت شوية، بيعتمد عن طريق احمد ياسر للاختراقات. نجح البنك الاهلي في اللي هو عايزه من المباراة، اللي هو ياخد النقطة رغم اللي جاله اكتر من فرصة وهو مأمن نفسه. ايوه غزل المحلة فرط في 3 نقاط، خصوصا في فرصتين في اخر المباراه. ابو جبل شال واحده، ما هي دي في اخر الماتش جول رسمي بصراحه، هي دي اللي ادت النقطه برضو. لان فرصه، انا الكوره جايه من العكسيه، في الكوره ابراهيم لما جينا العب في العكسيه مش في الضيقه اللي حارس المرمى بيجري عليها، الحارس المرمى نفس المكان اللي جاي منه الكوره بالظبط، نفس المكان اللي جاي منه الكوره، لازم يعني فرصه هدف حقيقيه. ان انت بحها مع بعض كده اجويره، بصراحه انا بحييه حتى لو نزل وقت بسيط، بس عمل شركة. عمل حركه. بص هنا في العكسيه، انا بلعب في الضيقه، ما هو ابو جبل جاي بمنتهى القوه بيقفل الكوره في العكس، قطاع عكس اتجاه جسم. عكس يعني مكان الكوره منشا، الكوره جايه من ناحيه اليمين يحطها ناحيه اليمين على الشمال، 100% هدف لو لعبها في العكسيه. ولكن المحله انا شايف اللي هو ما قدرش اللي يفوز او ياخد ال3 نقاط اللي كانوا يامنوه بشكل كبير جدا اللي يقعد في الدوري، ليها اسباب. الكثافه العدديه الهجوميه جوه الصندوق، واحده لاحمد سعيد برضو قبل دي على قبل دي على طول، هم فرصتين بس للبنك برضو جول رسمي. بس عشان الشوط الاول المحله كان افضل بكتير. الشوط الثاني اللياقه البدنيه، معدل اللياقه البدنيه نزل قوي، اتاثر على هي دي فرصه هدف حقيقيه، دي جول 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 يعني. هو يعني كان عايز اتقان اكتر، وضعه التشريحي كان كويس جدا، عايز تنزل بالظبط التوجيه بس تحت شويه، ولكن المحله فرط بشكل كبير جدا، كان ممكن يستريح. ليها اسبابها زي ما قلت، معدل اللياقه البدنيه الشوط الثاني ما فيش الكثافه العاديه، الاصرار اللي انا اقعد في الدوري الممتاز، الاصرار ما كانش موجود غير حتى في التغييرات اخر 5 دقائق. الاجويرو نزل عمل نشاط كبير جدا، الاطراف كان بتشتغل بشكل جيد، خلق الفرص. مش هيجي لك فرص كتير، لما يجي لك فرصه زي دي بتخلص الموضوع، لازم تستغل الفرصه. لسه في فرصه لغزل المحل، المباراه القادمه عند حرس الحدود. كسب ممكن 70% يبقى موجود في الدوري، او 80% يبقى موجود في الدوري. لازم حزبة بيرما بقى واهداف ومواجهات مباشره قصه. انا بصراحه بحيي جماهير المحله النهارده على الدعم والمسانده، ودايما مش هنقول انا يعني ما بحبش العاطفه، ولكن الانديه الجماهيريه، نادي المحله ليه تاريخ كبير جدا. النهارده اللعيبه حاولت، الشوط الاولاني كان لازم يفرق معاك قوي الاصرار والعزيمه، واللي انت يبقى فيه روح اكتر من كده. الشوط الثاني ريلاكس، هدوء. ممكن، وانا قلت لك مبرره ليا بالنسبه لي اللياقه نزلت، لان هم بذلوا مجهود كبير قوي الشوط الاولاني، وصلوا للمرمى اكتر من مره، ولكن الشوط الثاني وصولهم للمرمى كان قليل، ظهورهم في ال5 دقائق الاخيره. لازم التركيز، يشتغلوا شغل جيد، يبقى فيه اصرار مباراه قادمه، اكون او لا اكون عايز دوري ممتاز، استمر مع الكبار، احافظ على تاريخ اسم النادي بتاعي، لازم ابقى مقاتل من اول دقيقه لاخر دقيقه. دي مباراه بطوله زي مباراه البطوله بالظبط، هتعامل غير كده لا هواجه المشكله. خلي بالك، لان فريق حرس الحدود من الفرق، حتى لو نزل، من الفرق المتعبه، ما عندوش حاجه يبكي عليه بالظبط، فعنده اريحيه. لكن بحيي فريق النهارده الفرقتين، فالبنك الاهلي بذل مجهود، لعب باستراتيجيه، قفل دفاعاته على عكس مباريات كتير قبل كده، ظهر بشكل دفاعي جيد، اخذ اللي هو عايزه من المباراه، وزال بشكل الهجومي المطلوب، باينه جدا استراتيجيه المدرب. صحيح. المحله حصل تقصير في النص ساعه الاولى في الشوط الثاني، كان لازم انزل باصرار وقوه ادور على اريحيه النادي بشكل عام، اللي انا لما اجيب هدف هبقى ضمنت البقاء بشكل اكبر، واحتاج مثلا تعادل وما اروحش للحسبه اللي احنا فيها. تمام. مباراه كانت كويسه. النهارده كل المباريات تابعنا، حتى انت كنت يا ابراهيم جابوا شويه كده في سيراميكا، قدموا مع الكابتن حلمي مباراه جيده جدا. استغلال الاخطاء، بمناسبه سيراميكا، انا بشوف انه صلاح محسن واحد من اكتر المواهب اللي قصدت كتير جدا في حق نفسها بالظبط. يعني صلاح عنده
رجليه حلوه على الجول، سريع، عنده شويه يعني مقومات كده وامكانيات مهاري بتاعت يعني بيخلص الفرص يعني حتى يعني من ايام امبي كان كده. الملاعب المصريه مستقبلها بس انا هقول باختصار عنده امكانيات، مفيش اختلاف لصلاح محسن عنده امكانيات. التقصير هنا انا اللي بجيبها، المدير الفني اخذ فرص كتير جدا. الكوره تديها تديك، الكره ما تديهاش بتبعد يعني عنك. شادي محمد صلاح خلص ولخص الموضوع، المنتاليتي، الامكانيات من غير عقليه ومن غير شخصيه تدير هذه الامكانيات كانها والعدم سواء. انا هقول جمله اخيره كتير جدا، انا عايز بصلاح محسن يلحق ما تبقى، لان ربنا يديله طول العمر في الملاعب، لسه قدامه كتير، وهو فعلا موهبه تستحق ان يهتم بيها. دي حقيقه. يعني بالنسبه لصلاح او غيره من اللعيبه، كره القدم بتديها تديك، تخلص لها بتروح في مكانه. انت عاوز ايه يا ابراهيم؟ ده الاهم. انت عاوز ايه؟ عايز اروح المنتخب، عايز اتالق، عايز ابقى رقم واحد في المكان ده في مصر بالتعب وبالجهد وبالعرق. صحيح. هتبذل مجهود، هتروح للمكانة اللي انت بترسمها لنفسك. هتقصر، مش هتروح للمكانة اللي انت بتحلم بيها.